أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل لما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فإني أورد في هذا المجلس بقية الحديث عن نماذج فقط من الكتب التي اعتنت بالمقدمات وأصرت على أن يكون الناس القارئ لها على بينة مما في صلبها. ولذلك يبقى دائما قراءة هذه المقدمات شيئا ضروريا، العبور إلى المضمون لابد أن يكون من خلال قراءة هذه المقدمات. وقد قلت لكم إن هذه المقدمات تصلح في كل مقدمة تصلح أن تكون موضوعا مستقلا ليكتب عنه لمن شاء. من الكتب المهمة والكتب المركزية في المعرفة الفقهية خصوصا في الغرب الإسلامي مختصر خليل، وهو الكتاب الذي ذكرس أكثر من غيره واعتمد وكان حيا ولا زال إلى الآن. هذا الكتاب وضعه عالم فقيه هو خليل بن إسحاق الذي عاش بمصر وكان أصله كرديا، وكان يعيش حياة الطلب والعلم والتقشف والزهد. هو يسمى خليل بن إسحاق، يسمى أبو الضياء أو يسمى أبا المودة، وهو كان محسوبا في عداد الجند، كان جنديا، وكان جنديا معتزا بجنديته، كان يلبس لباس الجندي ويدرس بلباس الجندي ويسير بلباس الجندي، ولا يراه الناس إلا ولباس الجندي غالبا فيه تخشف وفيه قصر، لم يكن متأنقا في لباسه، ولكنه كان عالما كبيرا. وده مهم جدا أن يكون الإنسان جنديا، وأنتم تعرفون الجندي تعرف الآن يلبس بعض المرات لباسه ثم يدعه في المناسبات أو في الحالات، هذا لم يكن يزيل بمعنى كان معتزا بكونه جنديا، وإلا لماذا يذهب إلى المسجد ليدرس أو ليخطب أو ليعلم وهو يلبس لباسه؟ وهذا شيء مهم جدا في معرفتنا. سنرى من غيره سنرى علماء آخرين كانوا في الجندية، كانوا وبعضهم مات في 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 المواجهات، وكانوا أبطالا، كانوا أبطالا وكانوا معروفين. أسد بن الفرات كان بطلا كما سنرى إن شاء الله. فالمعرفة طبعا الشرعية كانت لا تؤمن بهذا التخصص الضيق، كان دائما الفقيه يقرأ في كل اتجاه ويتعلم، ولذلك تجد العالم وتجده فقيها وتجده طبيبا وتجده حيسوبيا وتجده فلكيا وما إلى ذلك، لأن المعرفة الشرعية تسمح بذلك، ولأن الزمن حينما يستثمر ويستغل لابد أن يعطي هذا النمط من اشتراك المعرفة وتداخل المعرفة وتحالف سبل أو طرق المعرفة. فكان هذا الإمام إماما يدرس في الفقه، يدرس الفقه وكان معنيا بالفقه، وأنتج لنا للناس عدة كتب. كان يشتغل أساسا مع بعض المختصرات. تعرفون أن الفقه له حالات من التوسع والكتب التي تتوسع في المسائل، وحالات أخرى في الكتب التي كانت مختصرات ويعيب عليها بعض الناس أن ألفاظها مغلقة وأنها تحتاج إلى من يفسرها، وهذا كان مقصودا، لأن هذه كتب يقصد بها إلى تكثيف المعرفة إلى أن لا تضيع، لأن الإنسان حينما يكون العلم مثلا أي علم مثلا فيه 30 مجلد لن يستوعب الإنسان 30، لكن إذا ركز ذلك كله في مجلد واحد ولو أنه كان مضغوطا في عبارته فقد يستعين به الإنسان على الاستذكار، أي أن الذي يعرف مختصر خليل لا تفوته كثير من نوازل الفقه مهما قلنا في المختصر، هل هو صعب أو سهل أو مكتنز أو كذا، هذا شيء، ولكنه يضمن المادة حتى لا تضيع. ولذلك كان يعتبر مرجعا من قلوش ابتدائيا، كان هناك المرجع الابتدائي عندنا في الغرب الإسلامي منظومات صغيرة
مثل ابن عاشر، وهناك متوسطة كرسالة ابن أبي زيد القيرواني، ولكن ابن أبي زيد القيرواني ليس له الرسالة فقط، وله كذلك كتب أخرى أوسع، نوادر الزيادات، عندنا هذه كانوا يفعلون هذا وذاك، باش لأن بعض الناس همهم هو الانتقاد، انتقاد اللي ما عنده شيء أساس، هذا يراد لحال والآخر يراد والآخر يراد، كل كان عن معرفة وعن خبرة وعن قصد إليه، فوضع همه على هذا. فأول ما اهتم به اهتم بوضع شرح لكتاب كان أسبق، وهو كتاب ابن الحاجب، فوضع كتاب هذا التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب. ابن الحاجب أسبق وكان قريبا منه زمنا، ووضع هذا المختصر، وأصبح هذا المختصر هو مختصر ابن الحاجب، هو طبعا مكثف ومكتنز كلام ابن الحاجب، ولكنه كلام عالم، فشرحه هو، وصدر هذا الشرح الآن موجود في عدة مجلدات، والحمد لله هذه الكتب الآن، ولو أن بعضها ليست كتبا مشتغلا عليها اشتغالا علميا، ولكن على الأقل هذه كتبكم أنتم، أنتم هذا شغل لكم، لتعيدوا فيما بعد إن شاء الله ما تبلغون من هذا العلم من علوم الفقه، هذا رسالتكم الآن، لأن هؤلاء الذين كتبوا نحن لا نعرفهم إلا لأنهم كتبوا، من لم يكتب لم يعرف، انتهى، يعيش زمن وانتهى، ولكن الذي يريد أن يخلد ثقافة الأمة ويريد أن يبقى هذا الدين حاضرا يجب أن يكتب. طبعا ماشي يكتب، لا نتحدث الكتابات الهلامية التي ليس لها أول ولا آخر، هذيك ما نتكلموش عليها، هذيك تنتهي في زمنها، ولكن أتحدث عن المصادر. إذا فله هذا الكتاب الذي أذكره لكم، وله للشيخ خليل هذا الكتاب الذي هو كتاب مناسك، مناسك الحج، وهذا مهم جدا من أهم كتب المناسك، وفيه علم، لأن الحجاج طبعا يحتاجون إلى مباحث، لأن الناس لا يدرسون أو يعتقدون أن الإنسان حينما يريد أن يذهب إلى حجة ينتظر أن يكون هناك مرشد هو اللي غادي يحج، هو اللي غادي يفدل الحج فوق راسه، هذا خطأ. الأصل هو أن يكون هناك علم ومعرفة، والأمة قادرة أن تتعلم. هذا الكتاب إذا أردت أن تجمعه سوف. ثم هذا الكتاب ميزته أنه لا يتحدث عن الحج فقط، بل يتحدث عنه ويمزج ذلك بنوع من الأدب والروحانية وما إلى ذلك، فلذلك هو كتاب مفيد. هذه بعض الكتب، ولكن الذي أتحدث عنه أنا هو كتاب المختصر، وهو مختصر خليل. ما نتكلم على مختصر خليل ابن إسحاق، هذا من رجال طبعا القرن الثامن، خليل ابن إسحاق 769 اختلف في تاريخ وفاته، ووضع هذا الكتاب الذي وضع الله له الضيوع، أحمد بابا كان يتحدث عن 60 شرحا، أحمد بابا تومبوكتي من مالي كان يتحدث عنه يعرف 60 شرحا لمختصر، ولكن جاءت الآن شروح كثيرة في الأزمنة الأخيرة أضيفت، فالآن الحمد لله هذا كتاب واضح ومشروع وطبع على نطاق واسع. هذه الكتب منها الموسع، هذا من الشروح الحديثة، هذا الشيخ عليش، الشيخ عليش المصري، هذا كان معاصرا لمحمد عبده، وكان بينهما شيء من الكلام، كان بينهما صراع، وهذا كان مالكيا، هذا كان مالكيا، وكان في بعض المرات ربما لا يعجبه شيء من 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 خروجي عن هذا المذهب وكذا. لو قرأتم انتم علاقات في بعض مواقع الشيخ عليش ستجدون ان هناك شيء كان يقع بينه وبين الشيخ محمد عبده على الاقل. شروح كثيره. الذي يعنينا من هذا الكتاب شيء، هو انه كتاب ممنهج، كتاب مضبوط. لما وضع الشيخ خليل هذا الكتاب، الناس كلهم الناس يقولوا سيدي خليل، شيخ خليل، سيدي خليل، ولكنهم ما كلفوش نفوسهم يقرأوا على الأقل مقدمة. هو عرف الفقه ودرس المختصرات الكبيرة السابقة والأمهات، ولكنه قال سأضع كتابا أذكر فيه ما يصلح للفتوى وللعمل،
إذن هو لا ليس مشغولا بالخلافات ولا بالأقوال والمذاهب. هذا شيء آخر، له كتب أخرى، وهذا صنف آخر من الفقه، لأن الصنف الآخر من الفقه هو ما كان من قبيل الخلاف العالي أو النازل. الخلاف العالي يكون خلافا بين المذاهب، أي المذهب الحنفي والشافعي وكذا، هذه طبقة وهذه لها كتبها، يعني هناك القضية الواحدة تقرأ على مذهب مالكين بأدلتها ومذهب أبي حنيفة والشافعي، وهذا الخلاف تجلب الأقوال، وهذا يستطيعها كبار العلماء الذين لهم قدرة على أن إلمام أو تمكن من الفقه في مدارسه هؤلاء. ولكن ماشي واحد يقرأ الفقه المالكي ويسب احنا ما عندناش هذه القضية، هذه يسبوا الشافعي ولا يسبوا أحمد أبدا، إننا لا نعلم الناس أن يسبوا، نحن في ديننا لا نسب الذين يدعون من دون الله، فكيف نسب الذي يخالفنا من المسلمين؟ لا، لأن السباب بسباب، شتيمة شتيمة، لأنها تزرع في الإنسان الحقد والكراهية. نحن لا نريد أن نكون حاقدين على أحد، ها؟ ونحن ندعو الله تعالى أن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ومعنى أن نعرف هذه الخلافات والتهد، لأن بعض المرات إما هذه وإما تلك، إما يفرط وإما يتعصب ضد الآخر ويحيل الخلافة إلى صراع وإلى خصومة وفتنة وصفي. لأن المذهب نفسه لا يقول بذلك، مذهب مالكي وغير مالكي، لأن الناس إذا اجتمعت جميع مذاهبهم يصيرون أمة صغيرة الآن في الأمم، ومن حولهم ممن يضايقهم ويعايشهم الآن مسألة أخرى. إذن فهذا هو القصد، أنه وضع كتابا ذكر فيه تفادى فيه الخلافات وأورد فيه ما يصلح للفتوى. هذه مهمات، وأنت تنظر في هذا الكتاب ليس نظرك فيه كنظر في كتاب آخر، هذا كتاب عملي للفتوى، ولذلك القضاة والذين كانوا يعتمدون هذا. القضاة الذين كانوا يمرون كانت لهم مكتبات، ولكن ما كان يصلح للفتوى، لتجتمع الأمة. لا يمكن أن أفتينا بشيء وتفتن بقول آخر لأنك اخترت اختيارا آخر. في بعض التراجم يتحدثون عن عالم، هو المازري نفسه، المازري كان ذكيا وكان في صباه فيه هذا الشحنة من الذكاء، قال: كنت عند فقيه، بين يدي فقيه، وهو مالكي، وجاء الخبر بأن رمضان قد هلال رمضان قد رؤي، هما في النهار في الـ11، وهم كم لم يبيتوا الصيام، لم ينووا الصيام، هما مفطرون. قال: كيف؟ فهو سئل الفقيه أو وقعت له هذه، فقال المازري وهو صغير، كان في سن حديثة، قال: إن بعض المالكية، هناك بعض المالكية من قال إن هذا صوم صحيح ولا يعاد هذا اليوم، وقاله أمام فقيه. قال: أخذ بيدي الفقيه، لكلمة أخذ بأذني جبدني، قال: إن سرت تتتبع هذه الأشياء، أي الشواذ في المذهب، كان منك زنديق كبير. معنى إذا كنت تبحث غير الخرجات ديال كذا قد تخرجنا واحد الزنديق، وهذا هو الذي والذي يقع، هذا يتحدث به بعضهم عن المزري، بمعنى أنك حينما تأخذ المعتمد، لأننا لا نتحدث عن آراء، نتحدث عن أعمال، ونتحدث عن قضاء وعن حكم، فلا يمكن أن يحكم الناس في قضية واحدة بأحكام متباينة. إذ لا أطول، حينما وضع، وأنتم الآن مطوق، أنتم كلكم الآن مطالبون بهذا، أن تقرأوا مقدمة المختصر، يتحدث عن أن بعض الأشخاص سألوه أن كذا، أن يضع لهم كتابا كذا كذا، ثم قال جملا مهمة جدا، هي روح المختصر، يقول:
حينما أتحدث في هذا المختصر بكلمات سأقول وفيها ها وفيها وأقول مثلا والظاهر أو الأظهر أو الظهور وأقول الاختيار، هذه كلمات لو أخذها الإنسان أخذا عاديا عاما ما كانت تعني شيئا كبيرا، ولكنه كان يقول إذا قلت في كلامي في ورد في نصي هذا كلمة وفيها وفيها، فأنا لا أقصد بذلك إلا المدونة، أي لا ما تسوش مش شرح لغويا من هو في على من يعود ضد، فكل كلمة فيها في مختصر خليل فمعناه أنه يقصد المدونة، فلا تبتعد عن هذا. لماذا؟ لأن هذه المدونة في نشأة هذا المذهب أصبحت هي قطب الرحى، هناك ما كتب في المذهب شيء كثير، ولكن ميزة هذه المدونة ميزة خاصة، هذه المدونة أي هي الكتاب المبكر في تاريخ الفقه الإسلامي وفي حياة الفقه الإسلامي، كتبها أو هي سماع أسد بن الفرات قاضي القيروان، سماعه من عبد الرحمن بن القاسم، سماعه هو من عبد الرحمن بن القاسم، وهو الرجلان معا من أصحاب مالك، وسمع أسد بن الفرات من ابن القاسم ودون عنه، وكانت له أسئلة فكتب له أو أملى له ابن القاسم ماذا؟ ما هو من نص مالك سمعه من مالك، وما أخبر به عن مالك بلغه من مالك، وما قاسه على قول مالك، وما أخذه به من قول بعض أصحاب مالك. فالمدونة ليست أقوال مالك فقط، هي ما فيها ما هو نص مالك ها، وما بلغه هو من كلام مالك ولكنه لم يسمعه أو يأخذه منه، وفيها ما قاسه على مذهب مالك ثم أعطاه ذلك، فكانت هذه هي الكتابة الأولى التي سميت فيما بعد بالأسدية، أي كلام ابن القاسم سمعه منه أسد بن فرات، وسميت في تلك اللحظة بالأسدية أسد بن فرات، وسميت بكتاب أسد، وسميت بمسائل ابن القاسم، هذه كلها وقد وصلت إلى أسد بن فرات. ثم إن رجلا آخر هو سحنون بن سعيد التنوخي أخذ هذه المدونة، أخذ هذه من أسد طريقة من الطرق لا أريد تحدث عنها بعض العلماء والقاضي عياض، فأخذ سحنون المدونة التي كتبها أسد من سماعه للقاسم، ثم نظر فيها ورجع بها من جديد، سافر ورحل بها من جديد إلى ابن القاسم. فالإملاء الأول لابن القاسم كان إملاء أخذ به أسد، ثم عاد سحنون بالأسدية نفسها وأرجعها إلى صاحبها إلى ابن القاسم، ولأن ابن القاسم كان قد طور فقهه فبعض الأشياء كان قد غير فيها وبعضها قد نقص منها، ثم أخذها أي أخذ سحنون عن ابن القاسم المرة الثانية كأنها تصحيح أو تكملة، ثم جاء الدور على ابن القاسم سحنون، فلاحظ أن بعض الأبواب ليس في مكانه فوضع الأبواب في ترتيب، ما كل الأبواب لكن بعضها تركه، وإذا كانت تسمى المختلطة بعضها مختلطة، وبعض هكذا يسميها، وأضاف إليها استشهادات على الأبواب أو الأقوال مما
أخذه هو من موطأ مالك من روايات أخرى، لأن الموطأ له روايات متعددة، فما كان قد بلغه من روايات أخرى من كلام الموطأ شرح به وفسر به، بمعنى أن هذا أصل، هذا الأصل اشتغل عليه أربعة من كبار علماء الإسلام مدونة، ولذلك كانوا يقولون هذا كتاب مبارك اشتغل عليه شكون؟ مالك، وفيه كلام مالك زيد وابن القاسم وأسد بن الفرات زيد وسحنون. يجي واحد تالي يقول لك لا مخالف للسنة، لا ما عجبنيش، شكون انت شكون؟ مازال ما قعدتش كاع على بالك تقول فهمتوا تعرفوا شنو هي؟ انا اقول لكم هذا تاريخ العلم، والانسان كيف ما كان يجب ان يحترم العلم. ما اختلفش، انت في بعض المرات ليس لك اهليه ان تخالف او ان توافق، انت غير تستوعب وصافي. ها لذلك كان بعضهم يقول عندنا هكذا، ومن انتم حتى يكون لكم عنده، ما يكون عندك حتى تكون انت بعد موجود، انت مازال ما كاينش تدخل عندي. انتم تلاحظون ان هذه، فلذلك اذا قال ها قال مال، اذا قال خليل وفيها، فالقصد بذلك هو هو هذا هو مدونة هذا الكتاب الذي هو عمدة، هو عمدة الفقه المالكي. واما الاشخاص الذين كان يشير اليهم فكان يشير الى اللخمي، واللخمي هذا واحد من كبار علماء المذهب المالكي، وكانت له اختيارات وكانت له ترجيحات اختيارات، وكان عالما كبيرا اللخمي، وكان نوعا ما يرى نفسه يتصرف، معنى أن يقول كذا كذا ويقول والرأي أو عندي وعندي هذا. لذلك كان الناس يقولون إن كتاب التبصيرة للخمي فقه، كتاب في المذهب مالك تبصيرة، ولكن ما كل ما جاء به هو معبر عن مذهب مالك، فبعضه معبر عن شخص واحد هو اللخمي بذاته، فلذلك تأخرت تبصيرته. ثم كان كذلك يتحدث عن الترجيحات، وترجيحات ابن يونس، وإذا قال رجح أو الترجيح فهو يقصد هذا الفقيه الذي كانت له قدرة أخرى على أن يأخذ في الأقوال ثم يرجح. وكان إذا قال الظاهر والأظهر يقصد به أو كأنه يحيل على رجل واحد هو ابن رشد، لأن ابن رشد كان من كلامه أن يقول أظهر الأقوال في هذا، فهو يظهر، معناه يستطيع أن يجعل أحد الأقوال هو الأظهر، وهذا ابن رشد الذي حدثتكم عنه منذ قليل. وكان أيضا إذا قال والقول أو أشار بالقول فإنما يقصد به المازري، والمازري متأخر من عن هؤلاء، وهؤلاء هم الأشخاص الذين يقصدهم خليل حينما يتحدث، فيقول مثلا حينما يقول المرجح أو الراجح أو رجح، وهو دائما وهو حينما يستعمل صيغة الفعل ليس كاستعماله صيغة الاسم، فهذه لأنه حينما يقال بأن رجحه أو فلان فهو نسبة إليه، أو الترجيح فهو ما رجحه من أقوال متعددة، فإما أن يكون هذا المرجح هو نفسه يرجح قولا من الأقوال، وإما أن يكون هناك أناس سبقت لهم هذه الترجيحات فهو يأخذ أو يعبر عنها. وهو ومختصر وصاحب الخليل مختصر يقول عندي مفاهيم، أي في أصول الفقه هناك مفاهيم، مفاهيم للموافقة ومفاهيم المخالفة، ومفاهيم الموافقة معروفة كالعشرة ديال المفاهيم، قال إنما أعتبر منها مفهوم الشرط، أي هناك مفاهيم أنا لا يعتمدها، هناك مفاهيم يعتمدها بحكم أنها شبه منطوقة، ولكن هو يقول إنما أخذ وأعتمد مفهوم الشرط، إن تنصروا الله ينصركم، مفهوم الشرط بمعنى إن لم تنصروا لن ينصركم،
في القرآن كلها، كل كلام كان موقوفا على شرط فهذا الشرط معتبر، معنى الكلام مرتبط بهذا. إذن هذه فقط أوليات في 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 المذهب في قراءة هذا الكتاب، كتاب خليل. طبعا أنتم كلكم يعرفوا هذا الكتاب ودرستموه في مستويات متعددة، وإنما بقي أن أذكر لكم أن هذا الكتاب نفسه هو مقدم، هو كتاب في الفقه وله مقدمة. مقدمته هي هو ما كتبه خليل رحمه الله، ولكن فيه أيضا من هناك من اهتم بهذه بهذا الكتاب ووضع له كتابا آخر لتقديم هذا الكتاب، لأن كتابا مختصر ليس كتابا يلجه كل إنسان حينما يريد، بل هناك بعض العلماء من أهل السجل الماسة، أحد أهل السجل الماسة محمد العزيز الهلالي السجل الماسي 1172 ميلادي وضع كتابا جميلا. طبعا طالب العلم لابد أن يكون بيده هذا الكتاب، سماه نور البصر. نور البصر هو عبارة عن بيان ومدخل للمعرفة الفقهية المالكية، ولكن فيه تركيز على المصادر الفقهية. فيه في الفصل في الجزء الثاني خصوصا خصه أو أفرده للحديث عن المختصر وعن مصطلحات المختصر، وله كلام في ذلك طويل. والكتاب كتاب مفيد جدا، وكان قد طبع وكأنه انتهى لم يعد التداول، لكنه الآن موجود، موجود الآن في الأسواق. نور البصر، لأن كان بعد ما تمشي تشري كتاب مجبر ما تعرف ما تشري غير اللي يجبرته تشري، هذا كتاب يقتنى. نور البصر في شرح المختصر، ماشي شرح معنى ماشي شرح المختصر كامل، أي مقدمة المختصر. وهو إن شئتم أو الذي يفعله هؤلاء العلماء هو شبه ما يفعله بعض الذين يضعون الخرائط، الذين يكتبون الخرائط الكبرى حينما يرسمونها وينتهون منها يضعون تحتها بيانات يتحدثون عن المقاييس التي اعتمدوها، عن هل هذا الميزان هو بدرجة سنتيمتر أو المليمتر أو كذا، وأنت لا يمكنك أن تقرأ إلا بهذا أيديك الخريطة أو ذاك الدال. هو المهم جدا إذا كنت تريد أن تدخل إلى هذا إلى تريد أن تفهم الخريطة، فتقريبا هذه الكتب تحتاج إلى هذه. فالذين درسوا المثال المختصر لأنه غير بروف زنقا ولا قالوا مقرأوا وقرأوا، كان الواجب أن يمروا عبر هذا ليفهموا عبارات صاحب المختصر فهما جيد. لا أريد أن أطيل كثيرا، وإنما أقول لكم أنني حدثتكم عن القرافي، وهذا واحد من الفقهاء الكبار المالكية، وهو أيضا كان له هذا الاهتمام ووضع كتابا في الفقه كبيرا، وأذكره للطلاب لأن هذا الكتاب ممتع. حينما تقرؤون كتاب الذخيرة للقرافي ستجدون أنك تقرؤون كتابا ممتعا، أو عبارة سهلة وفيه تفصيلات. وأنا أظن أن في كثير من القضايا التي الآن تطرح في نوازل بيئية أو نوازل مجتمعية كثير ما نجد فيها جوابا في كتاب القرافي، لأنه كتاب كبير في الفقه وليست عبارته مكتنزة، ولا وهو مهم جدا. فحينما وضع هذا القرافي كتابه رأى أن من الضروري أن يمهد له بكتاب، فوضع كتاب الذخيرة ووضع كتاب هذا كتاب الذخيرة في الفقه في مجلدات، المجلد الأول. ولكنه أيضا تحقيق هنا في محمد حجي رحمه الله، ووضع له هذا الكتاب الذي هو التنقيح
كتاب تنقيح الأصول، وهذا الكتاب كتاب تنقيح الأصول هذا هو نفسه شرح من قبل بعض العلماء، وكان ممن اشتغل عليه أحد علماء المغرب الشوشاوي، ووضع هذا الكتاب في 4 مجلدات. إذن باش تفوت لهذا خصك تفوت في هذا، باش تقرا هذا خصك تكون قرات هذا، وما تمشيش تقرا هذا في التالي وتجي تقلب تقول لهم لا يبدو لي هذا ما ليس المسألة. هذا هو المنهج الذي هو أقول لكم الاهتمام بالمقدمات حتى لا يضل الإنسان في الطريق. ثم هذا الذي أذكره لكم من صنيع هؤلاء الفقهاء هو الذي نجده في كثير من كتب الفقه التفسيري، وأحيلكم هكذا مرة دفعتنا على كتاب في التفسير وهو المحر الوجيز لابن عطية، وله مقدمة لا بد من قراءتها للخلوص إلى فهم حقيقة التفسير، ولعل الشيخ محمد طاهر بن عاشور أيضا اكتفى أثره ووضع هذا الكتاب تحرير التنوير وهو من أهم كتب العصر الآن في التفسير، ولكن وضع له مقدمة، بل مقدمة 10 ديال المطالب، وكلها مفيد جدا حتى لا نظن، لأنه يقول واحد ما الفرق بيننا والآخر، نحن نقرأ تفسير هم يفسرون، لماذا أنتم تحتكرون المعرفة؟ احنا ما نحتكرون المعرفة ولا وكيف فوت في هذيك العشرة وشوف واش تحتكر ولا ما تحتكر. إذا لم تقرأ هذه المقدمات إذا كنت لا تميز بين التفسير والتأويل فين تمشي؟ إذا كنت لا تمس لا إذا كنت لا تعرف مفهوم أسباب النزول كيف تنتهي إلى الحقيقة؟ إلا إذا كان الإنسان يريد شيئا آخر. أسباب النزول عندنا محدودة ومعروفة ولها أحكام، ويكثر فيها الوهم كما يقال، وهي قرائن للفهم، ولكنها ليس الحكم الشرعي لا يرتبط دائما بأسباب النزول، بمعنى أننا سنعطل الآية إذا نحن أزلنا الآن. يقول لك أسباب النزول وأسباب الآية كانت انتهت، فإذن فما احنا ما بقيناش قام محتاجين للقرآن كاملا، لأن أسباب النزول انتهت. هذا ليس لهذه أسباب النزول كل هذه المكانة، وهكذا تكون دائما هذه المداخل مهمة جدا. ولأختم أقول لكم الآن عندي الكتابان معنا، أقول لكم إن من ما يدل على هذا الاهتمام الكبير بالمقدمات هذه المقدمة الكبرى التي وضعها عبد الرحمن بن خلدون. عبد الرحمن بن خلدون وضع مقدمة مهد بها لكتابه في التاريخ، لكن المقدمة أصبحت فيما بعد أهم من أهم كتب المسلمين، لأنها اهتمت بالعمران، كيف يتم العمران، كيف تنشأ الدول، كيف تنشأ الحضارات، كيف تكون الصناعات. والناس الآن يعجبون لهذا الشخص كيف استطاع أن يجمع هو ويكون هو المؤسس لعلم الاجتماع، المؤسس الحقيقي، لأن هناك من ليس هناك من كتب، ولكن عندنا وعند غيرنا قبل ابن خلدون كتب، ولكنها عبارة عن أشياء مواعظ تقريبا أو شيء، لكن هذا لا، هذا يتحدث عن قواعد العمران وعن الأشياء كيف تتم، بمعنى أنك يمكنك أن تقرأ الظاهرة وتفسرها على ضوء ما كتبه ابن خلدون. ابن خلدون إلى الآن لا زال يدرس ولا زال يقدم في جامعات العالم كلها. لم أريد أن أذهب أبعد من هذا في بيان المقدمة وما يمكن أن يقال عنها، وقد حققها كثير من العلماء من الذين هم قريبون ومن البعيدين، ولكن أحد العلماء المعروفين كتب مقدمة أو ماشي تحقيقا علي عبد الرحمن وافي، علي عبد الواحد وافي كتب له مقدمة علمية وهي موجودة ومبذولة. لكن لأختم أقول لكم حينما تريدون هذه بكيفية عامة، ونحن الآن نقول هذه مدارسة ليكون إن شاء الله لها أثرها العلمي، يمكنكم أن تعودوا إلى هذا الكتاب، سيفيدكم ماشي في المقدمة ولكن في كل كثير من المباحث. هذه موسوعة تراث الإنسانية،
وهي موسوعة تفيد الباحث الذي يريد، لأن كثير من الكتب الآن تريدون معرفتها أو المصادر أو فيصعب عليكم أن تجدوا إلا نتفا هنا وهناك. هذه الموسوعة كتب فيها كبار العلماء في هذا العصر عن كتب معينة من الأوروبيين والمسلمين ومن غيرهم، وكتبوا خلاصات جيدة لبعض الكتب. وأنا أظن أن الذي يبحث والذي يحضر والذي يتابع يجب أن تكون له أو يجب أن ينظر فيه. هي موجودة الحمد لله في المكتبات، موسوعات مفيدة فيها الآن في هذا الجزء، فيها بحث قيم في جزئين، جزء عن ابن خلدون عن حياته وما تقلب فيه من الوظائف، والجزء وفيها أيضا جزء عن مقدمته وما احتوته من الأبواب، وفيه حديث في هذا الجزء حديث عن أثر مقدمة ابن خلدون في من جاء بعده من الأوروبيين ومن المسلمين. وهذا شيء طبعا هذه البحوث لإنما يكتبها أناس متخصصون يفهمون، أي الذي يكتبه في ابن خلدون ليس كل إنسان يكتبه في ابن خلدون، ولكن هؤلاء كتبوا في ابن خلدون في الحياة، وهذا سهل، كتبوا في مضمون المقدمة وكتبوا في تأثيرات هذه. إذا هذا ذكرته لكم ليس لأن مقدمة ابن خلدون وحدها تتوقف، ولكن هذا موسوعة هي الحمد لله موجودة في المكتبات قبل أن تفكروا في اقتنائها أو في أخذها، يمكنكم النظر فيها وهي موجودة ولله الحمد، ولكن كثير من الطلبة لم يفتح هذا الكتاب أصلا. أظن أن هذا سيكون نهاية هذا الحديث عن شواهد المنهج، والآن هذا شاهد قوي وهو الاهتمام بالمقدمات. وأرجو أن أيضا أنتم أن تجعلوا من حظكم أن تقرأوا مقدمات الكتب. أنتم حينما تقرؤون أي أدنى كتاب تقرؤون فيه كتاب مقدمة، مقدمات لكتاب الاعتقاد، مقدمات لكتاب معينة لقارئها على المرتفع، فهمتم معنى مقدمات لكتاب الاعتقاد؟ لأن المقدمة هي التي تدفع بك دفعا صحيحا إلى الموضوع لتقرأه قراءة جيدة. في لقاء مقبل إن شاء الله سأحدثكم بإذن الله عن المنطق ودلالته وبعض ما يتعلق بنشأته، لأن أمام هذه المقدمة لابد، ونتحدث إن شاء الله بعد ذلك عن أبوابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.